فيه تتأم بيبدء اليوم عفو شكون هي رجاء الحارسي مصممة القفطان مجلبة البلدية. البداية ديالي كانت في 2007، كان عندي شغف أكثر ما هو بيزنس، كان عندي واحد شغف بغيت نعرف بغيت نقرا هذا الميدان، كان عندي ميول كثير اللي بغيت نقرا باش ما نكونش متقفله على الميدان. الحمد لله ربي وقف معايا وساندني وحقق داك الشيء اللي بغيت نصوت. كانت عندي هوايه من الصغر ديالي، كانت عندي هوايه هي تقريبا في سن 10 هكاك ولا 11 عام، كانت عندي هوايه وميول لهذا الميدان. فكنت يعني احيانا كناخذ غير سراول ديالي كنرجعو لسيكان، كان يعني من اشياء بسيطه، كنحاول نصاوب شي حاجه بيديه، كنحاول نخدم شي حاجه بيديه. فيعني في سن 17 سنه صافي دخلت باش نقرا هذا الميدان باش ما نكونش متطفله، والحمد لله عجبني وان شاء الله من هنا لقدام مازال كثير من العطاء. شوف الانسان ما كيميش ما بين المصمم والخياط، المصممه راه كتبدع كتحط واحد اللمسه ديالها، باغ كونطخ الخياط راه غير كينقل. يعني الا كنتي مصممه راه اكيد اللمسه راه غتكون باينه، وهذا سر النجاح، حاجه اللي هي متفرده متميزه مغربيه اصليه بامتياز راه اكيد غتكون ناجحه. اكيد كتواجهنا كثير من الاكراهات. المشكل الاول هي المنافسه، يعني المنافسه راه كاينه بجميع الميادين، وانا مي كونكورونس ما كنعتبرهاش منافسه بقدر ما كنعتبرهم اصدقاء ديالي في الحرفه. وبالنسبه للمشكل الثاني هو في الاول كان عندي ضغوطات ما بين الاسره ديالي الصغيره وما بين الخدمه ديالي، فالحمد لله مع الوقت تاقلمت معها. في الاول كان عندي مشكل، كان عندي ضغط ما بين الحياه الاسريه ديالي الاسره الصغيره وما بين العمل ديالي، ولكن الحمد لله مع الوقت انا تاقلمت معها ولات كتجيني عادي، يعني عادي باش نوازي ما لان هذه الخدمه ديالي راه حب، راه كنبغى راه كنعطي فيها من قلبي، ماشي يعني غير كخدمه ديالي خصني ضروري نديرها ضروري، لا هذه هوايه ديالي وانا كنبغي الميدان ديالي فعادي انني غادي نعطي فيه. لا دابا كتجيني عادية يعني نخدم بحال داك الدار بحال راني كنخدم. انا السند ديالي هو الله عز وجل، هو اللي واقف معايا في مسيرتي من البداية والحمد لله والشكر له. طبيعة الحال اكيد كنستفيد على الميدان كما قلت لك، الناس ما كيفرقوش ما بين مصممة وخياطة، المتطفل على الميدان هو اللي كيشد الموديل وكينقلو كيف ما هو، بطبيعة الحال ما غاديش يطلع الموديل كيف ما المصممة، حاجة باينة. هذا هو المشكل اللي كنعاني منه، يعني المصممة راه كتبدع كتعطي واحد اللمسة كتعطي من مجهودها كتعطي من الروح ديالها في هذيك القطعة، فهمتي؟ يعني ما والمتطفل هو الخياط اللي كينقل ولا كيسرق الموديل، لا من ناحية الثمن ولا من ناحية الجودة ولا يعني والأغلبية ديال الناس اللي تيسرقوا الموديل فاش تيستخدموهم في الكيرة، يعني كتشوفي واحد القطعة اللي يمكن 4 شهور ولا 6 شهور ديال العناء وديال التعب باش توجد، ويمكن في الكوبي غادي توجد في 3 أيام ولا 4 أيام وتتشوفها غير كتكرا كتجيك شوية طايحة. القطن المغربي شي حاجة لا يعلى عليه، يعني كاين لباس غزال ما شاء الله، كاين مصممين مبدعين ما شاء الله، ولكن انا من رايي الخاص اللباس المغربي لا يعلى عليه في جميع المناسبات وفي جميع البلدان. انا الثمن راه تخدم مع جميع الطبقات، من طبقه الفقيره او الاقل من فقيره وغادي كطلع على حسب الجوده على حسب يعني لا كاليتي، ماشي غادي نقول لك ماشي غادي نقول لك انا الطبقه العاديه او المتوسطه راه شي حاجه ناقصه، لا غير وكان انا كنحاول نخدم على جميع الطبقات. اكيد اولا رمضان يدخل عليكم الصحه والسلامه على جميع الامه المغربيه ان شاء الله. رمضان بالطبع في الخدمه حيت يكون اقبال على الجلابه المغربيه ماشي غير في المغرب، في الدول كافه كيكون اقبال، وعندنا ان شاء الله موديلات غزالين في رمضان، دي كوليكسيون اللي اول مره غادي تشوفوها. وعندنا حتى جديد بعد مناسبه العمره اللي بغينا ان شاء الله يسهل عليهم، الله يسهل ان شاء الله عمره مقبوله. هادشي اللي كاين يعني كل 3 شهور، انا كل 3 شهور كنشوف كوليكسيون ديالي. يعني كتواعدي الناس ديالك انه كاين الجديد في رمضان، كاين الجديد في رمضان ان شاء الله، والناس اللي بغيو يستافدوا من هادشي عرفتي بموقع التواصل الاجتماعي ديالك. موقع التواصل الاجتماعي ديالي هو رجاء وائل حارتي بالنسبه للتيك توك وبالنسبه للانستغرام.
عادي ما نجيكش حاجه غريبه غير كان من الخدمه للدار يعني كنحاول نوفق ما حتى واحد ما يضيع لا خدمتي غدا على الاسره الصغيره ديالي غادي تضيع كنحاول نوفق بيناتهم غير الخدمه والدار والحمد لله على ما تفوتناش الفرصه راجع نقول لكم مبروك بعد الافتتاح ديال المشروع الجديد في مراكش الله يكثر بيك ف كنشوفوا يعني هذا الطموح ديالك انت كمرأة ما شاء الله صامده ومازال كتبداي ومازال يعني شنو الطموح اللي مازال عند حالتي الطموح في الاول المحل في مراكش كان هو حلم والحمد لله تحقق والطموح ديالي علاش لا يكون محل في كل مدينه مغربيه علاش لا